نستعد النهارده مع بعض. معانا بولتي من خير مزارعنا بيتصدر بره، ده بيستنوه بيتحجز بالوحده. البولتي ده معانا النهارده سعره في متناول الجميع. تعالوا نعملوا النهارده صينيه بالخضار ونشوف ايه الطعم وايه الفليفر، هياخد السكه الغربي ولا السكه المصري، لان البولتي فيه تفاصيل كتيره علشان انا بحب اللحم بتاعه. مقاديره سمك بولتي حسب عدد افراد الاسره، انا معايا تقريبا 6 حبات، يعني كل فرد من الاسره خد حبه. بالطريقه اللي انا هعملها هتبقى لطيفه وجميله وتقدر تشبعه مع طبق رز بالصياديه او رز مصري. وتشكيله من الفلفل الالوان معاها كرفس طبعا ومعاها بصل، ونشوف ازاي هنعمله بطريقه سهله وبسيطه في قلب الفرن. طيب الشيف المغازي، السمك البلطي ممكن ناكله مقلي، ناكله مشوي ردة، ناكله زيت وليمون، دي تفاصيل كلنا احنا عارفينها، ولكن ان انا اعمله مع الخضار بالتاكيد طبعا هيكون طعمه مختلف. يا نعم، معانا اتصال؟ المقادير على الشاشه، ممكن تصورها بالتليفون او تكتبيها سريعا كده عشان نكسب كل دقيقه من وقتنا، وقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى. شايفين الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، بصل، فلفله ملونه كده لطيفه وزي الفل عند اي فكهاني، وما تنسيش الكرفس الحلو البلدي او منه الكبير الفرنساوي ده كده. وتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وشويه توم ناعمين معانا ومكعبين من الزبده. العب هو ده حقنيه، المخرج قال لي غير البلانشه دي، مش عايز اسمع كلامه مباشره. ازاي نتعلم نسمع كلام الكبير؟ ايه رايك في بلانشه خشب حلوه؟ انت حبيبي. كل حاجه عندنا الحمد لله، مش حارمنا من حاجه. تعالوا مع بعض. ولازم نسمع كلام المخرج. هناخد البصل ده كده يا عم الشيف، يتقطع كده، اللهم صل على النبي. جوليان، شرايح، دي مصطلحات طهوية مالكيش دعوة بيها. انت شوفي انا ماسك السكينة ازاي، والبصلية تحت ايدي ازاي مسكينة، بالشكل ده كده. معانا كرفس بلدي حلو كده، او كرفس فرنج زي ده كده. انا بحب الكرفس ده مع السمك مع الشوربة، دايما اقول الكرفس ملك السمك وملك الشوربة. يتقطع بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. ناعم عشان ناخد منه الطعم بسرعة. في بعض الخضروات عايزه تستفيدي بالفليفر بتاعها زي الكرفس زي الشبت، لازم يتفرم تحت ايدك بالسكينه ناعم جدا علشان تاخد الطعم بسرعه سريعا يعني. هناخد الخضره دي يا عم الشيف في بوله كده، وتعالوا نشوف هنتبله مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي. ادي البوله، حلو قوي. وادي الخضار بتاعي اللي انا قطعته ده كده بالشكل ده كده، بحطه هنا كده عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. ناخد الفلفل الألوان متقطع جاهز مع بصل برضو اهو، ونحط بقى التوابل بتاعتنا على الخضرة، لأن السر في التتبيلة اللي أنا هعملها دلوقتي حالا وأنا معاكم. هتعمل إيه يا عم الشيف؟ أول حاجة هحطها شوية عصير ليمون، حلو قوي. اللهم صل على النبي. ومعانا شوية ثوم مفرومين ناعمين. ركز معايا في الموضوع ده بالذات، معايا شمر مفروم ناعم اللي هو الشبت، بذور الشبت. دي بتعلي من الفليفر والطعم بتاع السمك. نحط الملح والفلفل بتاعنا. الاكله دي طبعا بريئه، ما نحطلهاش قرفه، خلي بالك. هتحط لها شويه كمون حلوين مع شويه فلفله حلوه. وناخد يا عم الشيف كل ده مع بعضه يتقلب ويتغلف في زيت زيتون، حلو قوي. لسه ما خلصتش. يعني تقريبا بس كفايه قوي، حلو قوي. التركايه بقى يا شيف، التركايه نصلي على الحبيب قلبك يطيب. عندي على الحله على النار هنا حله ميه، حله الميه دي فايقه يا عم الشيف. اتعلمنا من الشيف المغازي دايما لما تخش المطبخ تعملي سمك يبقى ليك التركايه بتاعتك وليك اسرارك. حل على النار فيها ميه بتغلي، فيها قشر الجمبري، فيها سمك متقطع مسبقا قبل كده، ديل السمكه، راس السمكه، الحاجات الحلوه، عود كرفس حلو، بصلايه حلوه، فص توم حلو، فص مستكه، فص حبهان، كل ده في قلب الحله. هي دي سندي في المطبخ بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا سندي في المطبخ يعني ايه؟ دي اللي بتعلي الطعم. باخد من الميه دي يا عم الشيف شويه، حلو قوي. باخد من السائل الحلو ده والبوكيه جرنيه الحلو ده والقيمة الغذائية العالية دي كده شوية، واصفيهم كويس. وارد يكون في حسك او شوك. شايف قشر الجمبري عايز يطلع من الحلة ازاي؟ بيقولوا ارحمني. حلو قوي. وناخد كده وناخدهم ونروح على فين؟ على فين؟ على فين يا شفيق؟
العب يا سمك. اه 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 حلو قوي. ونقلب كل دول مع بعض. يلا اللهم صل على النبي. خلاص الفلفل هبط شويه والبصل نزلت عليه ميه مغليه، طعمها طعم الجمبري. اصبح ان الخضار خد طعم السي فود قبل ما يخش في ايه، في سمكه البلطي. اه اه شايف الخضار الحلو ده كده. اه واقلبه كده اهو. وعندي صينيه حلوه محترمه زي دي كده، بحطها هنا واحط شويه خضره من دي كده هنا، فرشه حلوه كده اظبطه. هنسيب السمك البلطي للضيوف حبايبنا وناكل احنا الخضار الحلو ده كده. واخد السمكه من دي عم الشيف بطنها كده واملاها. الخياشيم اتشالت من السمكه، هنشوف تفاصيلها دلوقتي وارصها كده. اه اللهم صل على النبي. خلينا نبدا من هنا كده. اه نبص على السمكه اتنضفت ازاي، بطنها اهي. جيب لي تنظيفه السمكه الله يبارك لك. خياشيم السمكه اتشالت، عرق الزفاره اللي عامل زي شعره الراس كده في السلسله بتاعه السمكه لازم يتشال، ويتشال بسن الشوك بسن الشوكه، خلي بالك. اه عشان ده اللي بيعمل زفاره في قلب السمكه. اه نفس القصه. شايفه الخضره دي هي السر في الخضره اللي انا عملتها دلوقتي والتتبيل. اهو اللهم صل على النبي. حلو والله يا شيف. امال احنا دايما ناكل السمك مشوي ورده؟ لا جربي كده تاكلي السمك بالطريقه دي وقولي لي رايك فيه. اهو 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 زي الفل. ناخد الاثنين دول نحطهم هنا واملى بطن السمكه، يعني املاها بزياده شويه. اهو دي مكانها هنا حلو. وناخد دي كمان كده، عايزاها سبايسي قطعي فلفل حار وحطيه، مفيش اي مشكله. اه شفت ازاي؟ اه بطن السمكه، لان الخضار ده لما يتعرض للنار دلوقتي ودرجه حراره الفرن هيهبط شويه، هتبان ان السمكه مبطرخه بطنها مليانه. اهم حاجه انك تشيل عرق الزفاره وتشيل الخياشيم من ظهر السمكه ومن بطن السمكه من جوه وتبقى معانا بالشكل ده كده. شفت السمكه وزنها يعمل تقريبا نص كيلو زي الفل يا عم الشيف. اه حلو كده تمام لغايه دلوقتي شطار. حلو هتجيب سكينه كده صغيره حلوه، اللهم صل على النبي زي دي كده. وهنعمل حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ هنيجي على كده. شفت انا بعمل ايه؟ اه اه الفتحه دي مهمه جدا. اه اه فتحه كده في ظهر السمكه، ممكن نعملها بالطول كده اهو، بالطول او بالجنب زي ما انت عايزه. الشكل هنا بيبقى حلو يا شيف بعد ما بتستوي. اه 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 حلو. وناخد البهريز، البهريز اللي معايا ده كده ننزل بيه على بطن ظهر السمكه من فوق. اه ونحط كده. ودرجة حرارة الفرن عندي كام يا مغازي؟ 180. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ده ما خدتش في ايدك 10 دقايق. اه خليك شاطر. السؤال النهارده للمخرج بتاعنا اللي بيحب السي فود، صينية سمك زي دي كده يا شفيق كلمني تتحط فين هنا في الفرن؟ العب. مكانها فين؟ الشباب فين يا شباب؟ رجاله. طيب هنحطها هنا كده. اه زي الفل. هنحب دايما استشير اخواتي، يعني درجه حراره الفرن عندي هنا 180، ممكن تكون 220 مفيش مشكله. السمك اتبل اتحشى بالطريقه الحلوه، ايه الصوره الحلوه من الفرن دي؟ ايه الجمال والحلاوه ده؟ بيغلفها طبعا تشكيله من الخضار لطيفه وجميله. سمك البولت انا بدات بيه، سبته في الفرن يعيش. هاخد مخرجنا كده وفرسان التلفزيون المصري من الاساتذه المصورين نبص عليه في الفرن. ده بيتحط في ارضيه الفرن كده بالشكل ده كده ونسيبه يستوي. اهم حاجه التتبيله بتاعه الخضار اللي انا تبلتها وحشيت بيها السمك من بره ومن جوه. ايه رايك نبص على الفرن، نطلع على في الفرن مع بعض مخرجنا الجميل. اه لا ما اقولكش بقى، ما اقولكش على الحلاوه اللي هنا. اللهم صل على النبي. هناخد ايه بقى يا شيف؟ هنطلع السمك ده كده من الفرن. الله هو ده. اه جاهز ويتقدم بنفس الصينيه. الف هنا وشفا للي ياكل. اه تمام خلصنا من السمك.